بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. طبعا احنا في شهر ذي الحجة، وإن شاء الله الشهر القادم أو يعني خلال أيام قليلة يدخل علينا ذكرى الهجرة النبوية وبداية العام الهجري الجديد، وإن شاء الله يعني من هذا اليوم وحتى الهجرة يكون لنا حلقات ووقفات عند حادث الهجرة تحديدا، ونأخذ منه الكثير من العبر. طبعا حدث الهجرة كان حدث فارق كبير جدا في تاريخ المسلمين، وسيدنا عمر بن الخطاب الفاروق اختار هذا الحدث تحديدا لكي يكون بداية للتقويم الإسلامي. نتساءل في حلقة اليوم لماذا اختار الفاروق عمر هذا الحدث تحديدا، مسألة الهجرة مثلا، كان هناك أحداث أخرى زي مولد النبي أو زي بداية البعثة النبوية وما إلى ذلك، لكن اختار الفاروق هذا الميعاد تحديدا الهجرة لأنها كانت فارق كبير في التاريخ بين مرحلتين وبين حدثين، وبين يعني كانت بعد الهجرة المسلمين أصبحوا أمر آخر غير قبل الهجرة. تحدث عن هذا الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة فريق البرنامج بلا استثناء، كل مسدد ويقارب، وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك دكتور، ومشتاقين لحضرتك طبعا والله، ولك في القلب مكانة كبيرة. دكتور يعني مسألة الهجرة تحديدا، لماذا اختار الفاروق الهجرة لكي تكون بداية التقويم الإسلامي؟ إن شاء الله تعالى أبادلك والأحبة شوقا بشوق، فأنا أكثر شوقا وأكثر اشتياقا، وجعلنا الله تعالى وإياكم على يعني سنن أهدى الخليقة طريقة يا رب، بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمته المنزلة. الذي قال أدعوني أستجب لكم، والذي قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد ووعده غير مكذوب، فهو سبحانه وتعالى مع عبده إذا ذكره وتحركت شفتاه به، كما صح بذلك الحديث عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عليه السلام. ولنبدأ حديثنا بالحمد تيمنا وتبركا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله في ملك الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه. حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مجيده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمله في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرم بدوامه. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلق الله في علم الله في ملك الله في دوام الله، فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتبنا اللهم من الحمدنا معهم، واكتب لنا مثل هذا الحمد وعدده، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أفضل عبادك يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها، منة منك وكرما أحينا عليها، حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها، واعصمنا بمنك وطولك وفضلك منا وقضي ما أحييتنا، واختم اللهم لنا بها بوجهك الكريم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا غير عضبان غير مبدلين ولا خزايا ولا ناجمين ولا فاتنين ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أهل الخليقة طريقة، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد،
وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم علي أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك فاكتبنا اللهم من المصلين والمسلمين عليه معهم وفيهم بجميع الصلوات والتسليمات في علمك في ملكك في دوامك كما ينبغي وكما تحب وكما ترضى حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة وأولى الناس به يوم القيامة. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. وبعد، فاليوم يوافق 25 من شهر الله الحرام ذي الحجة. أي نعم. ولم يبق إلا 4 أيام أو 5 أيام، فالشهر هكذا وهكذا وهكذا. أشار النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه وكفاه أقدس من كفي، إشارة إلى أن الشهر العربي أو شهر القمر يكون 30 يوما أو هكذا، وأشار بكفيه مرتين وفي الثالثة قبض خنصرة صلوات الله وسلامه عليه أن يكون 29 يوما. ثم يهل علينا هلال شهر الله الحرام، شهر الله المحرم، وهو يعني من الأشهر الحرم، وإليها الإشارة في قوله تعالى في التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. والفاروق ذلكم الصحابي الملهم، ذلكم الصحابي المحدث، ذلكم الصحابي الجليل، أحد 10 المبشرين في الجنة، وأحد وزيري رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. يعني ملهم ومحدث، ولا عجب. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لو كان بعدي نبي، لو كان بعدي نبي لكان عمر. لو كان بعدي نبي، الحديث الصحيح عجيب، صحيح الترمذي والسلسلة الصحيحة، الحديث رقم 327، لو كان بعدي نبي لكان عمر. ولكن لا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ختم به النبوات والرسالات، كما قال تعالى في الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولئن ختمت به النبوة فقد ختمت به الرسالة، فالرسالة أخص من النبوة، والنبوة أعم من الرسالة. فكل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. هل الفرق، هل الفرق دكتور الكتاب ولا في فرق آخر؟ الرسالة يعني. الرسالة، الرسالة والكتاب. يعني شوف مثلا سيدنا موسى عليه السلام، نبي ورسول. نبي لأنه نبئ. نبي فعيل بمعنى مفعول، أي جاءه نبأ. ونبي نابئ بمعنى فاعل، يعني نبأ. يبقى جاءه نبأ وهو بلغ نبأ. وآتاه الله تعالى التوراة فكان رسولا. أخوه هارون عليه السلام نبي، ولكنه لم يأتيه كتاب، إنما بلغ رسالة أخيه وكتاب أخيه التوراة. وهكذا. فلذلك يعني عدد الأنبياء يعني كثير جدا، لكن عدد الرسل محصور قليل. ذكر منهم في القرآن الكريم بالاسم 15 رسولا. خمسة وعشرين رسولا. ولعلنا قلنا في شهر رمضان، قلنا ونحن نتعرض للجزء 17، وهو المتمثل في سورتي الأنبياء والحج. سميت سورة الأنبياء بهذا الاسم بالذات، لماذا؟ لأنه ذكر فيها أكبر عدد من الأنبياء والرسل. في سورة واحدة. سورة واحدة الأنبياء. لم يزد عليها إلا سورة الأنعام، لكن سورة الأنبياء ذكر فيها أكثر عدد من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. فسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني الملهم المحدث، يوافق الوحي في قرابة 20 موضعا، وربما بلغ بها بعض العلماء قرابة 40 موضعا. وعندنا علم من علوم القرآن الكريم يسمى يعني ما نزل موافقا لأقوال الصحابة. علم من علوم القرآن. من علوم القرآن، علم بعنوانه علم ما نزل موافقا لأقوال الصحابة.
يعني الصحابي يقول القول وينزل القرآن موافق لرأيه. أي نعم. ينزل القرآن موافق لقوله. ولذلك يعني عفواً الإمام السيوطي أو الأسيوطي نسبة إلى أسيوط إحدى محافظات مصر في الصعيد، يسمى هذا الاسم نسبة إليه، له كتاب قيم بعنوان قطف الثمر في موافقات عمر. قطف الثمر في موافقات عمر. وكذلك الإمام تقي الدين أبو بكر ابن زيد ابن أبي بكر ابن زيد الحنبلي العلامة الفقيه القاضي المتوفى عام 383 هجرية، له كتاب بعنوان نفائس الدرر، نفائس الدرر في موافقات عمر. وكذلك الإمام بدر الدين الغزي له كتاب بعنوان نظم الدرر في موافقات عمر. وكذلك كتاب رابع يسمى نزهة ذوي الألباب فيما وفق فيه ربه عمر بن الخطاب. أي نعم. كتب كثيرة أحصت، ومنها على سبيل المثال المواقف اللي أدلى فيها سيدنا عمر برأي وقول، ونزل القرآن موافقا لقوله ونزل موافقا لرأيه في الحديث الصحيح: وافقت ربي في ثلاث. والعدد ليس مقصودا به الحصر، إنما مقصود به التمثيل. أي نعم. فالثلاث هذه للمثال وليست للحصر. منها أنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى خلف مقام إبراهيم. أشار. أي نعم. يصلى خلف المقام. يصلى ركعتين يعني؟ يصلى ركعتين خلف المقام؟ أيوة. نعم. فأنزل الله تعالى قوله الكريم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله. هذا واحد. مثال الثاني، يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فمرهن أن يحتجب. يخدلهم جانب. أي نعم. ما تكونش المرأة مع زوجها في صالة الاستقبال أو في المجلس تستقبل مع الرجال. واضح العبارة هي. إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فمرهن أن يحتجبن. حتى قالت إحدى النساء النبي عليه الصلاة والسلام له سيدنا عمر: ما بك يا ابن الخطاب؟ أتريد أن تتحكم فينا وعلينا القرآن ينزل عنا في بيوتنا؟ تشأنك إيه بتحدث فيه؟ فأنزل الله تعالى قوله الكريم موافقا لرأي عمر في سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب. أين؟ ودول من هم؟ أمهات المؤمنين، اختارهن الله تعالى رسوله، ومع ذلك الأخذ بالأسباب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. أيضا في أسرى بدر لما وقع من المشركين أسرى في أيدي المسلمين، استشار الرسول الصحابة. أي نعم. ماذا نفعل في هؤلاء المشركين الأسرى؟ هل نطلق سراحهم ونأخذ الفداء ونأخذ أموال، ولا نقتلهم؟ أبو بكر كما في الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أي نعم. أبو بكر قال: يا رسول الله، نأخذ منهم الفداء، أهليهم يدفع لهم فدية ونطلق سراحهم فنكسب مال اليوم، ولعل غدا يشرح الله تعالى صدورهم للإسلام فيدخل في الإسلام، يبقى كسبنا مال وكسبنا رجال فيما بعد ذلك. ده كان رأي الصديق. أي نعم. لكن سيدنا عمر قال: لا، نقتلهم. فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يوافق رأي عمر. ولذلك قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، تأخذ الفداء، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عظيم حكيم. وقصص كثيرة جدا في هذا المقام. نرجع بقى إلى كون أنه يختار حدث الهجرة للتأريخ للدولة المسلمة. لماذا لم يؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أهل الكتاب بالتأريخ لميلاد عيسى عليه السلام؟ لماذا لم يأخذ مثلا ببعثة النبي مثل ما حدث ذكرت في المقدمة؟ أي نعم. أيوة. لماذا؟ لإشعار بأن أمة عمل وليست أمة يعني إيه أحداث عابرة، أحداث يعني قليلة الأهمية. الهجرة كانت حدثا فارقا، كانت فارقة بين عهد وعهد. أي نعم. بين العهد المكي حيث الضعف والاستضعاف، حيث القلة، حيث يعني لا قوة ولا دولة، إلى المرحلة المدنية حيث القوة والدولة.
ولذلك أرخ الفاروق رضي الله تعالى عنه بالهجرة، لأنها كانت حدثا فارقا بين عهد وعهد، بين مرحلة ومرحلة، لأن الهجرة كانت فرضا مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج. لماذا كانت الهجرة فرضا؟ لأن الدولة، أي دولة، كما قال العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى مؤسس علم الاجتماع، أركان الدولة أربعة. أي دولة في العالم في أي عصر في أي مصر أركانها أربعة. أي نعم. الركن الأول أرض. الركن الثاني شعب مقيم على هذه الأرض. أي نعم. الركن الثالث يعني حكومة تنظم أمور هذا الشعب. أي نعم. الركن الرابع دستور بيد هذه الحكومة تحكم به على أفراد هذا الشعب على هذه الأرض. أي نعم. هذه أركان الدولة. أرض، شعب مقيم على هذه الأرض. وحكومة ودستور. وحكومة ودستور. أي نعم. يبقى أرض وشعب وحكومة ودستور. فلذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام، واختار الله تعالى له المدينة مهجرا له ليؤسس عليها دولة. فالإسلام دين ودولة. أي نعم. الإسلام كتاب وكتيبة. الإسلام مصحف وسيف. ولذلك لما نقرأ القرآن الكريم من الألف إلى الياء، من الباء إلى السين، لما نقرأ القرآن من الباء إلى السين، بسم الله إلى الناس، الباء اللي هي أول حرف في بسملة. أي نعم. والسين اللي هي آخر حرف في صوت الناس. أي نعم. من الجنة والناس. ما هو الإسلام؟ هو ما بين الباء والسين في القرآن كله. أي نعم. ولذلك آخر آية في القرآن الكريم نزولا إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم. ما المقصود بالدين هنا؟ هل الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ الصلاة مفروضة من قبل الهجرة، ليلة الإسراء والمعراج. أي نعم. والحج فرض في السنة الثالثة من الهجرة، وهكذا. لا، الإسلام ليس هذا، دي أركان وأعمدة. لو أتينا إلى يعني إخواننا وأبنائنا المهندسين اللي هم المعماريين والمدنيين، لما يعملوا أعمدة للبيت، هل الأعمدة تكن من الحر والقر؟ لا، لازم الحيطان، لا بد من القواعد والحيطان. ولذلك الإسلام، الشهادة، بوابة الإسلام الكبيرة لله بالوحدانية وسيدنا محمد بن بور رسالة، والصلاة والزكاة وصوم الحج، دي أعمدة. وذلك الحديث يقول لما نتدبر ونتأمل التعبير النبوي، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، قال بني الإسلام على خمس. أي نعم. بني يعني هذه الأعمدة، الإسلام على خمس. ولذلك عندي في الحديث صحيح، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. في القرآن الكريم بالعد الشخصي قرابة 94 أو 92 آية، يا أيها الذين آمنوا. نداء للمؤمنين. وابن مسعود يقول إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك. فإنه خير يأمر الله به أو شر ينهى الله عز وجل عنه. والمؤمن الحق هو الذي يستجيب في هذه النداءات كلها، يستجيب لها. وإلا لو استجاب للبعض ولم يستجب للبعض الآخر لكان ذلك محل إنكار عليه، لقوله تعالى في البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقرأ الآية الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. طيب وبعدين؟ فقام وتوضأ وصلى. يقرأ يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فصام. طيب وبعدين؟ يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هنا يتوقف، هنا يوالي اليهود، هنا يحالف اليهود، هنا يطبع مع اليهود. يبقى تناقض، يبقى يقع في إنكار قوله تعالى أفتؤمن بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل ما تعملون. يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مراتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سوء السبيل. إذن دكتور رحمن اقرا للتاريخ للدولة المسلمة لأنها كانت حدثا فارقا، كانت مرحلة في بناء الدولة واجتماع أركانها. ولذلك المؤمن اللي هاجر تقطع العلاقة بينه وبين المؤمن الذي لم يهاجر. وذلك تقرأ في أواخر الأنفال يقول تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أي نعم. فلذلك لابد كان ولذلك إن شاء الله كما ذكرت المقدمة نتعرض في حلقات قادمة إن شاء الله إلى الدروس المستفادة من حدث الهجرة، الحدث الفارق بين عهد وعهد، بين مرحلة ومرحلة. إن شاء الله.